حاجز امني كاين عندنا في الدخول بسبب الوباء ديال كورونا طبيعه الحال والاجراءات اللي عارفينها اجراءات وقائيه وكذا هو طارق طارق غازي محسن كورونا مرتلوس خالتي مرتلوسها كانوا واخدين الخوت بجوج وهي الله يعمرها دار الله يرحمها واليا برحمتي الله ومرأة كانت مزيانة وخيرة منكذبش عليك ديك المرأة زمعة ما كايش بحالها الضحك واللعب ولا ما عندكش تعطيك ولا ما كاين عندك ما تاكل تجيب ليك وجمعها ما نكذبش عليك مرأة مخيرة تفاتت خيارة ديك الجي وانا راه كانت حالة تقول كانت مربياني كتمشي للسهرات وكديني معاه وتعطيني تجيب لي الحوايج وتجيب لي القشاوش وتجيب لي كل هذاك الماكلة وتجيب لي الشوكولاتة وتجيب لي الحلوى وتقول لي وكتقول لي انت راك بنتي كنقول لها خالتي وكتقول لي ابنيتي راك غادي تكوني مرأة مزيانة وان شاء الله كتقدعي معايا تقول لي غتكوني مرأة مزيانة بنيتي وانت تاتي دايره لي خاطري فين ما قلت لك عاودي معايا تمشي فين ما قلت لك هذا الضحك مشيت على الجلبه مشيت على الجلبه وجايه من لي ولا تنسمعك يقولوا الحاجه الحمداويه وانا نقول ناري المهم سي الحاجه خالتي ماتت هي هذيك صافي ايوا ديك مرا مزيانه خيره الله يرحمها واليها برحمه الله والله يعطيها العز اللي هي اخر مره شفتها شي شهرين هذه باش شفتها كانت صحيحه كانت شويه هضرت معايا كي دايره لاباس وهي هذيك وكندوي معاها وشويه ما ماشي هي هذيك حاسه براسها كانت معامله معاك معايا انا كانت معايا مزيانه انايا ملي كبرت انا باقا صغيره مزيانه وملي كبرت ثاني هكاك كانت معايا مخيرة مرأة كريمة ياك كريمة بزاف تفاتت راه تسول عليها الناس تسول عليها الناس كانت كريمة وتعطي لمشيتي عندها توكلك وما تخلي ما تدير لك جمعها عمرني ما شفت بحال هذيك المرأة وعاد الضحك وعاد اللعب وعاد تكون باركة عاد تبدا تغني لك شي أغنية وتقول نوضوا نوضوا شطحوا نوضوا حيدوا عليكم الهم الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين تعازينا حارة إلى عائلة الفنانة الحاجة الحمداوية الأم ديالنا احنا باقي صغار وكنسمعوا لها وعشرة أجيال من الماضي والحاضر والمستقبل الله يرحم عدة فنانين اللي راحوا علينا
والحاجه الحمداويه راه كانت مقاومه بالفن ديالها، لان الفنان توا جندي وسط الوطن. حنا كنا كتجمعنا رايه وحده، وعاش الملك محمد السادس، وهذا الوطن الحبيب عنده تاريخ كبير لا في المجال الفني ولا في الثقافه ولا الرياضه. والحاجه الحمداويه من الفنانين القدماء اللي عطات الكثير، الله يرحمها في هذا النهار، الله يرحم عده فنانين اللي راحوا علينا. انا لله وانا اليه راجعون. معكم الفنان والفاعل جمع محمد صاري، شكرا للقناه الالكترونيه اصوات، وتحياتي للجميع. كنشكر الفنانين اللي حضروا والفنانين ما حضروش، كل الظروف ديالو. حنا في جريحه كورونا، لان حنا كنا كنحاربوا الفيروس. والحاجه الحمداويه توفات في هذا الشهر العظيم شعبان، سبحان الله، ودائما كنطمئن عليها، والله يرحمها في هذا النهار، الله يرحم عده فنانين. وكل واحد الغياب ديالو عنده سبب. وانا صدقت الخبر في الصباح، راه جيت من اقليم سليمان، هذا واجب انساني وواجب وطني. راه اي فنان ضاع للمغرب راه من الفنان مغاربه، والله يرحم اللي مات والله يخلي اللي باقي في الحياه. ان لله وانا اليه راجعون. تحياتي لكم من الفنان والفاعل جمع محمد الصاري، والله يرحم الحاجه الحمداويه، وتعازينا حرة الى العائله الكبيره والصغيره. انا اللي خدمت معاه تقريبا من 1977، عندي في عمري 17 عام، خدمت مع الحاجه الحمداويه. اول سهره خدمت معاه في السينما الكواكب ديال درب السلطان في عيد العرش، مناسبه ديال عيد العرش. وهذه كانت هي السبب الانطلاقه ديالي مع الحاجه. والحاجه انا عشت معاه سنين، عمري كله دابا راه في عمري 61 عام. عمري كون ما عندي، عمري ما كان عندي معاه شي مشاكل ولا شي حاجه ولا سميتو. كيفاش كتكون الخدمه معاها؟ كيفاش الخدمه معاها كتكون رائعه، كتكون رائعه الخدمه. وقبل الخدمه، قبل الخدمه حنا ملي كنكونوا مريحين في الكواليس، كنكونوا مريحين كنضحكوا. حاجه مولات النكته، مولات الضحك، مولات هادي سميتو. ولكن ملي كنستعدوا للخدمه، راه كنستعدوا للخدمه ديك الساعه، كتكون الخدمه غدا من ارفع من تقول ارفع ما يكون. كنكونوا خدامين يعني في المهرجانات، موازين في المهرجان ديال الموسيقى الروحيه ديال فاس، المهرجان ديال اكادير، المهرجان ديال الدار البيضاء، المهرجان ديال المغرب، يعني كلهم خدمنا فيهم. واش لقيت الوفاه ديالها؟ والوفاه ديالها خويا انا دابا تقريبا غير البارح، البارح يا ربي، البارح عيطوا لي الدراري مع 12 ونص ديال الليل، قال لي الحاجه راه توفات. تفاجات انايا، او كيفاش قال لي راه توفات الحاجه، حيت انا عارفه كاينه في الانعاش. المهم حتى الربعة الصباح حنا فايقين بحال هكا، مالقا ما نعسنا ما والو. وفي الصباح فقت، جيت ديريكتومون جيت للدار بحال هكا، كنتسناو فيه غادي يجيبوهم من الرباط وشويش. ومؤخرا شي شهرين هذه باش مشيت شتها في الشيخ كيد، ريحت معاها وجلست معاها ودا شي الى اخره. ومن بعد كان اتصال في التليفون بيناتنا، الحاجة كيبقيتي شوية لاباس عليك هذه، قالت لي الحمد لله بخير. احنا هي داخلة الشيخ زايد، هي خارجة بحال هكا حتى الوقت. والمرض المسكينه، بما انك قريب منها، جاو بزاف الشائعات بانها كانت، قالوا شحال هذه، بزاف الشائعات كيقولوا بانها كانت توفات. اشاعات ديال الفيسبوك، اشاعات ديال الفيسبوك، واحد راه ماشي غير هي. كيفاش كيجيو هاد الشائعات؟ لا هي دابا هي دابا ملي كانت جا شي اشاعه بان الحاجه حكا قال لها ماتت، وقالت له حنا كاع غادي نموتوا، ولا كاين شي واحد غادي يهرب من الموت. ما كاين حتى شي حاجه، انا كتقول لك انا الحاجه انا كتجيني عاديه. واحد النهار عيطوا لي انايا، كانت عندنا سهرة في الرباط، وقالت لي وديني مع سهرة ديال لنا بالسبت. وعيط عليا واحد من الدراري، قال لي عم طيف راه الحاج راس سمعنا حتى ودرها عائشة عاد داك الشيء. قال لك لا، قلت له هذيك الساعة عيطوا لها في التليفون، قال لك حنا ما قدرناش نعيطوا لها في التليفون، عيط لها حتى. وانا نعيط عليها في التليفون، عيط لها الو الحاجة لاباس عليك، كي دايره ولدي لاباس عليك بخير، انت لاباس كلشي بخير. بغيت نقول لها والو، قلت لها شوف اولدي عندك خدة تعطلوا عليا 12 كون عندي في الرباط، حنا عندنا خدمه عندنا بحال هكا. تا واخا الحاج كون يعني بسلامه بسلامه. تتعامل عادي. وانا عيطت للدراري قلت لهم درها اشاعات، يلاه هضرت مع الحاج دابا راه شي 20 خطره هما كيديروا حتى شي اشاعات. وماشي غير هي، عدد ديال المغنيين، عدد الممثلين اللي يطلقوا عليهم اشاعات هكا هكا. تكلمنا عدم غياب الفنانين الجنازه، غياب الفنانين. واخويا اش غادي نقول، عدم الفنانين هادو اللي غيابين ما جاوش، كاينين بزاف ديال الفنانين اللي هما اللي قراب ليها بزاف. والاكثريه السي نعمان الحلو كان كيجي عندها بزاف، الشيخ زايد بزاف، وفنان اخرين تما كانوا كيجيو، ولكن ما قدرتش نحكموا عليهم. مسكين قال لك غايب حجتو معاه. كل واحد مسكين عنده الظروف ديالو، كاين اللي عنده خدمه، كاين اللي مسافر، كاين اللي هذه، وجا داك الشيء جا على غفله هكا. ونتمنوا يجي يزوروا العائله ديالهم ويشوفوهم وهذا الشيء. كيفاش
كيفاش كانت الخدمه مع وما سميتو سعيد عويطار؟ هي كانت هي هنايا كاينه هنايا جات هي حضرت السي خالد البوعزاوي تا هو راه جا حضر هنايا وغنتمناو فنانين اخرين تما يجيو باش يؤديو الواجب مع الحاجه حمداويه والله يرحمها ويوسع عليها في هذه العواشر. شكرا. الفنانة الحاجة الحمداوية الله يوالها برحمة الله كانت مثال الخير ومثال أحسن قدوة للفنانين والفنانات المغاربة، أرقات بالفن المغربي وعطات الكثير، عايشات واحد عدد كبير من الفنانين من الخمسينات ومن الربعينات وعطات الكثير وكثير وبقات كتعطي حتى الأواخر ديال الحياة ديالها، وصلت بالأغنية الشعبية المغربية للرقي وصلت بها للعالم العربي. ما كاينش شي حد في على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي ما كيعرفش الحاجة الحمداوية اللي كنطلبوا وكنتمنوا ان الفنانين المغاربه ياخذوها قدوه لا في الاعمال ديالها لا التصرفات ديالها لا في المسار الفني ديالها ويحاولوا يحافظوا على التراث اللي اجتهدت فيه وعطات فيه الكثير وعطات من وقتها ومن حياتها ومن من من على حساب العائله ديالها باش توصل بالفن المغربي لهذا المستوى هذا. وكانت مثال الخير وحنا اللي خدمنا معاها ولا الاخوه اللي كانوا قراب لها ما كيشوفوا فيها غير الخير. الله يرحمها الله يوالي برحمه الله الله يوسع على ضيقة القبور. اخوكم يوسف السناوي شكرا تبارك الله عليكم. والخبر نزل عندنا هذا الصباح بحال الفجاه، حنا كنا متبعين المر ديالها كانت هي داخله المستشفى واحد المده ديال شهرين وهي في في في, في مستشفى في الرباط. صاحب جلاله الله يوالي برحمه الله ساندها ودعمها في المرض ديالها وكان مدعمها في الحياه ديالها. واليوم تلقينا هذا الخبر وكنزل علينا بحال الصاعقه وانا لله وانا اليه راجعون. بغاها الله وداها الله. خدمنا معها عن قرب، ما كناش في المفرقه ديالو ولكن تلاقينا معها في منتديات تلاقينا معها في مهرجانات الله يرحمها اللي ورب. والظروف الظروف ديال الجائحه ديال الكورونا راكم عارفين انها احنا دابا احنا جينا احنا على برا ما ما, ما راه كل واحد عنده يوسف السناوي يوسف السناوي فنان شعبي يوسف السناوي فنان شعبي. حسن واحد في الحاجة الحمداوية هرم كبير اللي ضاع المغرب الله يرحمها والله يغفر لنا ولها. شنو نقول على الحمداوية واخا نبقى نهضر شحال ما نقدرش نقول عليها. كانت كإنسانة كريمة وإنسانة طيبة واللي ما كيعرفهاش عن قرب ما غاديش يعرفها عن بعد ما كيعرفهاش أكثر ولا يكون قريب ليها. كانت إنسانة طيبة وصاحبة الفقراء والفلوس ماشي ديولها وما كتخدمش من اجل الماده. كانت هي حب التراث وحب الفن وحب الوطن. كانت مناضله كانت مقاومه كتموت على المغاربه في المكان. الله يرحمها والله يثبت على السؤال وان لله والا اليه راجعون. ودوزت مع ولاد بوعزاوي كثير ما نقدرش نقول لك هذا الغياب ديال الفنانين. ما نقدرش نقول لك انا كنتظر شي فنان نشوف بعد فنانين ما بانش ليا كل غيب وحاجته مع هذا ولكن كل غيب حاجه ديال معاه. ما نقدرش نقول لك الفنانه ربما ما كانتش في اخبارهم ربما ما ربما في اخبارهم واش عندهم مشاكل كل واحد الغيب. الحمد لله السي خالد كينوب عليكم حنا كنوب عليهم كاملين ما كاين مشكل. السي خالد كينوب عليكم الفنانة انا كنوب عليهم كاملين. هذا هو اللي غادي نقول على الفنانة. ما الله يحسن العون واحد الظروف ديالو الوباء ولا وباء وبزاف الحوايج راه مهم حنا الوباء علينا كاملين هادشي اللي كاين. تحياتي الله يرحمها. السلام عليكم. الموت ديال الحاجة جاتنا مفاجأة فجأتنا مسكينة بزاف الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. وانا هادي واحد 18 يوم او 19 يوم كنت في الشيخ زايد مشيت شتها وباقا متفائله بالدنيا وباقا كتضحك وباقا كتنشط وعطاتني التليفون ديالها وعندك يا وليدي تنساوني وعندك هادي وقالت لي مازال نوض ونجي نغني معاكم. قلت لها مرحبا لله الله يشافيك والله يقعد وسادك والله هادي والله هادي. كانت جالسه في الشيخ زايد جالسه على كيس سيدنا الله يجعل ربي يخليه لينا هو الركيزه ديال الفنانه مساكن. الفنانه اللي ما حضروش كله وعنده ظروفه الله اعلم الغياب ديال الفنانين بزاف ولكن هذا راه هرم. هذا اللي مات راه هرمت السيده هذه راه خلات هي راه غادي تبقى معنا طول الله يطولنا العمر نبقاو. ولكن السيده كانت متفائله ما عندهاش الحس ديال الموت بعيد من بعد الموت. واش تبارك الله كدير 91 عام ومتفائله ما
مازال كتقول لك غادي نوض ان شاء الله ونجي نغني معاكم. اه سبحان الله، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين وكثر خيركم انتم اللي كتجريوا في هذا العمل باش كتبينوا هاد الناس هكا وتبينوا هاد الجنازات وتوقفوا مع الفنان. الله يكثر خيركم، كنشكرك خويا، ميرسي، السلام عليكم. الاخوان المرنيسي، انا دريس المرنيسي ولكن جيت تكلفت بلاصه خوتي حيت كله عنده ظروف، قلت لك على الفنانين الاخرين كلهم. لا ما حاضرش مصطفى تا هو. الله يحفظك خويا. واحد الخبر من هنايا البارح بان الحاجه الحمداويه فارقت الحياه، وقبل ما تفارق الحياه هي كانت ديجا في سبيطار الشيخ زايد واحد السيمانه وهي تدير الدم وتدير تحاليل ديال السيروم. ومنين دوينا مع مدام المساوي ومدام مونين الاطباء اللي مقابلينا في الشيخ زايد، قلنا بان راه الحاله ديالها غير طبيعيه خاصها الانعاش. بقينا تنشوفوا بحال هكاك حنا الاخوه ديالي والعائله، قال لك ندخلوها الانعاش حيت الحاله ديالها طيحت لو بوا، ما بقاش الصوت يخرج، ما بقاش تقدر تشرب تاكل مزيان. صافي من بعد هما اللي قلنا مدام مولين قالت لنا ها هي غتبقى في الرعايه الطبيه في الانعاش. ومن بعد من هنا لواحد دوجور الحمد لله ولا ثلاث ايام غتحسن الحاله ديالها، يا اما غتموت يا اما تحسن، قالت لنا بحال هكا. بقينا تنتسناو تفاجئونا اليوم مع ثالثة صباحا بان الحاجه الحمداويه فارقت الحياه، وانها خلات وصيه لسيدنا محمد السادس تتشكروا جميع الشكر له ولا الاسره العلويه، وتتقول للجمهور المغربي الله يسمح لي منكم والله يسامح لينا منا والله يسمح لنا منها، وباقا تتبغيكم وهي راه ماتت وباقا تتبغي الجمهور ديالها، وتتشكر سيدنا وتتشكر الاسره العلويه وتتشكر مدام عويطه وكزينه اللي وقفوا معنا حتى هما، والله يعمرها دار شفنا معاهم غير مزيان، طلعوا هبطوا معنا في الفرح في كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها ويرحم الجميع. هذا ما نقول لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.